ماموسا صبحي داودي لسالي 1134 زيني لقندي حفتة غار لنزيك شاري كركوك لدايك بوو تماني من دالي ومير من دالي لو قنددا بسر بردوا بيش اوي بسيطة قطاب خانة لايها وسري ملا حكيم حفتة غاري كافرتكي خواناز بوا فيري قرآن خويندن بوو لما وي حود مانگ دا قرآني بيروزي ختم كردوا قناغي سرتاي لقندي دارا بك لنزيك زيدي خوي تواو كردوا سالي 1951 زايني لتمني حفده سالي دا لشاري كركوك بيواندي كردوا باري زكاني براني مسلمانوا سالاني 1954 بو سالي 1958 زايني كوليجي دار المعلمين عالي لبغداد تواو كردوا لالمتوسط الشرقي الكركوك بما مصادا مزراوا سالي 1960 زايني بانو نراتي وفرماني سركرداتي برايان بوتا بربرسي دا مزراندني يكم أسري برايان لهلب جو لقل ما مصا عابدين رشيد سوتا أو شارو يكم أسري لاوانيان لما مصا صديق عبد العزيز ما مصا جلال ملا صالح دا مزراندوا صالي خويندني 1966 بو 1966 زايني بوتا مدرس لناواندي شرقيو كتابخاني آمادي كركوك صالاني 1907 بو صالي 1907 زايني سوتا سنديكاي ما مصاني كردستانو بوتا أندامي دستي كارغيريو جيغري سروكي سنديكاكا صالي خواندني 1974 و صالي 1975 زايني بوتا بريوبري پروردي كركوكو خانقيني كردستان لا دوانزي يكي صالي 2020 زايني لشاري هولير كوسي دواي كردو لشاري كركوك بخاك سبيردراوا هندق لبرها مكاني تشاب كراون شيخ دعاة الكركوك سليمان محمد أمين القابلي في دروب الدعوة رحلتي مع القائد القدوة محمد محمود الصواف